انا محمود عبد الله، انا ناشط سياسي من احد معتصمي 8 يوليو. انا بتكلم دلوقتي من ميدان التحرير، وعايز اوصل رساله لثلاثه شخصيات، هي السيد المشير حسين دنطاوي بصفته رئيسا للمجلس العسكري، السيد عصام شرف بصفته رئيسا للحكومه، والسيد منصور العيساوي بصفته وزيرا للداخليه. أتحدث عن شهداء الثورة، خصوصا شهداء الإسماعيلية أيام 28 و29 يناير، الذين لم يتم التعامل مع قاتليهم من مجرمي الداخلية بأي شكل من الأشكال القانونية، يعني سواء بالسؤال أو بالاستدعاء أو بأي شكل من الأشكال، بل قوبلوا بالترقيات والنقل على حيث أننا شعرنا وكأنهم يكافؤون على قتلهم لأبناء الشعب المصري. نريد تفسيرات من الثلاثي المذكور سلفا أن يذكر لنا لماذا لم يتم التعامل مع من قتل شهداء الإسماعيلية أيام 28 و29 يناير أمام مبنى أمن الدولة وفي شوارع الإسماعيلية وحول أقسام الشرطة. المتظاهرين كانوا متظاهرين سلميا وتم إطلاق الرصاص عليهم. نريد المعرفة لماذا لم يتم التحقيق، لماذا لم يتم القبض على هؤلاء الجناة، هؤلاء القتلة الذين قتلوا أبناء الشعب المصري عمدا مع سبق الإصرار والترصد. نريد معرفة كل من شارك بالأمر أو الفعل أو التحريض أو المشاركة المباشرة أو غير المباشرة، حتى من جهز السلاح لكي يطلق منه الرصاص على أبناء الشعب. نريد معرفة من جهز الأسلحة لكي يطلق منها الرصاص. مطالبنا مشروعة تماما، هي القصاص العادل لدم الشهداء الذين خرجوا لينادوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وقبلوا بالرصاص في الصدور وفي الرؤوس، لم يكن دفاعا عن النفس بأي شكل من الأشكال. أنا لو كنت خلقت لأكون في يوم من الأيام ضابطا للشرطة ووضعت في موقف ليدافع عن نفسي وقد يعني اضطررت لإطلاق النار على مدنيا قد أطلق الرصاص على قدمي، أما أنني قد أطلق الرصاص على صدره أو على رقبته أو على رأسه، فأنا أريد قتله، فهذا قتل مع قتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام شنقا. أنا أتحدث عن كارثة لم يتم التعامل مع هؤلاء القتلة بأي شكل من الأشكال القانونية. نريد تفسيرا واضحا من السيد رئيس الوزراء، من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات، الرئيس المجلس العسكري للقوات المسلحة، من السيد وزير الداخلية عن هؤلاء القتلة وكيف لم يتم التعامل معهم وكيف هم حتى الآن خارج القضبان. وأريد تفسيرا عن أنه لم يتم التعامل حتى الآن مع المصابين بأي شكل من الأشكال، لم يتم رعايتهم صحيا، لم يتم تعويضهم ماليا، لم يتم النظر إليهم أي نظرة من النظرات الاجتماعية أو التكريمية من قبل الدولة، أصبحوا مهملين للغاية. نتحدث عن يعني أمور شديدة الخطورة. هؤلاء الضباط القتلة المجرمين نقلوا إلى أماكن أخرى، منهم من نقل إلى شرطة المواصلات، منهم من نقل إلى أمن المواني، منهم من يشغل الآن منصب في على ما أذكر في مطار القاهرة. هؤلاء مجرمين، مكانهم الآن يعني إذا كانوا قيد التحقيق البطيء بالمرة، الذين نعيب على القضاء المصري بطئه. نحن لا نتهمه أي اتهام، نحن نتهمه بالبطء. هؤلاء ثبتت عليهم الجريمة ثبات يعني لا شك فيه ولا جدال فيه. كان لابد أن يمضي أسبوعين وهؤلاء يلقوا العدالة التامة بالإعدام شنقا. هؤلاء قتلوا أبناء الشعب المصري ونريد القصاص منهم، ونحن هنا في التحرير لننادي بالقصاص العادل. هناك ثورات لم تنتظر أي محاكمات أطلقت الرصاص ونصبت المشانق ونصبت المغسلات وأخذت بطارها بأيديها. نحن نتحدث عن قصاص يتم عن طريق يعني محاكمات عادلة ولا نجده، فكيف نسكت؟ كيف نتهم بأننا نعطل عجلة الإنتاج؟
ميدان التحرير الميدان المقدس الذي أتى بالثورة المباركة الثورة السلمية البيضاء، قد أغلق قبل ذلك لإنشاءات المترو الأنفاق، ولم يتهم أي مسؤول من المسؤولين بأنه يعطل عجلة الإنتاج التي لا نعلم ما هي عجلة الإنتاج. سيدي، نحن لا ننتج غير المسليات وبعض الشيبسي، بعض الحلوى، هل هذه عجلة الإنتاج التي يتحدثون عنها؟ نحن لا نريد لنا أن نكون منتجي لهذه الأشياء إذا كانت هذه هي عجلة الإنتاج، ونريد لهذه العجلة أن تتوقف إذا كانت هذه هي عجلة الإنتاج. نحن نتحدث عن دماء ذكية أريقت بها وعطرت بها شوارع مصر، ولم يتم التعامل مع قاتليها حتى الآن. أتى إلينا محافظ، يعني المفروض أنه محافظ جاء في حركة ثورية، هو اللواء أحمد أحمد حسين، يعني لم يسعني أتذكر اسمه لأنه لم يفعل شيئا من أجل المحافظة، لم يفعل شيئا بتاتا، لا أذكر له أي تصرف من التصرفات التي تصرف من أجل الشهداء أو من أجل المصابين، من أجل السعي وراء علاج المصابين، من أجل السعي وراء يعني إجراءات القصاص. هذا محافظ جاء في حركة ثورية، كان لابد له من إجراءات وخطوات ثورية، لم يحدث بأي شكل من الأشكال أنه فعل هذه الأشياء. نحن نتساءل عن هذه النقاط تساؤل شديد، يعني محبطين من السادة، من يعني من السادة أولي الأمر الذين يريدون منا أن نكون لهم يعني السمع والطاعة. السمع والطاعة على ماذا؟ على ماذا نسمع ونطيع هذه الأسماء؟ نحن نطالب بقصاص، ونريد تفسيرات شديدة الوضوح وشديدة السرعة من كل الأسماء التي ذكرتها، وهذا ما أريد قوله. ستتكلم الزميلة الفاضلة الأستاذة ريم عن مشكلتين شديدتين الخطورة، هي مشكلة الصيادين ببحيرة التمساح بالإسماعيلية، ومشكلة عاملي المنطقة الحرة الاستثمار الذين يطلق عليها هؤلاء العمال المظلومين الاستعمار. سأترك المساحة للأستاذة ريم، هي اللي هتتناول المشكلة دي يعني بدون فصل للتقرير. أنا هنقل لها الميكروفون وهي هتتحدث عن هذا الموضوع.